المنشاه ديال في ديال الانشطه العلاجيه اللي هي وحده داخل المستشفى اللي كتعمل طول السنه على ادماج المرضى وعلى علاجهم، لان كاين هذا العلاج بالانشطه يعني العلاجيه. وهذا الوحده كتشرف عليها السيده سميره الحجوي اللي هي رئيسه هذا القطب ديال العلاجات الانشطه العلاجيه، وفي نفس الوقت كتعمل هي الرئيسه ديال الممرضين مجلس الممرضين، وكذلك الرئيسه الممرضه ديال مصلحه النساء. وهذا العمل كيتم تحت واحد الفريق اللي هو ديال الممرضات ديال المصلحه، وكذلك تحت الاشراف ديال السيده عزيزه بوغادي الرئيسه ديال القطب الاداري. حنايا هنا الان هذا الصباح هذا مع المرضى ومع المريضات بتواجد الممرضات وتواجد الطاقم الاداري، لان كنشرفوا على صنع الكمامات، يعني هو انتاج محلي 100% تحت اشراف كما قلنا السيده سميره الحجوي والفريق ديالها المكون من الممرضات. حنايا علاش اضطرينا باش نصاوبوا هذه الكمامات؟ لان رغم اننا كنتوصلوا يعني بالحصه ديالنا اليوم بشكل يومي تقريبا من مندوبيه ديال الصحه وكذلك من المركز الاستشفائي محمد الخامس، ولكن كما كتعرفوا كتبقى هذا يعني هذه الكميه اللي كنا نتوصلوا بها فهي غير كافيه، لان علاش حنايا كنخدموا 24 ساعه على 24 ساعه بالمستعجلات بالوحدات بالمصالح الثلاث، مصلحه الطب الشرعي ومصلحه الرجال والنساء، وبالتالي هذا تغطيه هذا المرضى اللي هما كيفوق العدد ديالهم 120 في المجموع كيطلبوا واحد يعني هذا التواجد هذه الكمامات بوفره وبكثره، وخصوصا كما كتعرفوا النزلاء المستشفى والمرضى والمريضات فهما ما يعني ما كيلتزموش بارتداء الكمامات نظرا لطبيعه المرض ديالهم العقلي والنفسي، فكيحيدوا هذه الكمامات. يعني تقريبا حنايا هنايا كل ربع ساعه كل ثلث ساعه كل نص ساعه المريضه او المريض كيحيد الكمامه، لان كما كتعرفوا الطبيعه المرض النفسي ما كيلتزمش وما كيعرفش كيدير مسكين، اذا كيحيدها. حنا هاد الفكره كيفاش جاتني باش نديروا هاد الكمامات هادو، حنت حنا على دور السنه كنخدموا هاد الانشطه هذه لان كتفرج عليهم، وحتى هي كذلك بحال الادويه هي علاج كتخفف عليهم. قلت علاش لا، علاش ما نديروش واحد الكمامات؟ لان كان واحد التخوف، كلشي كيبكي كلشي تيشكي لان هاد جاتهم ثقيله بزاف هاد الحجر الصحي. انا حاولت نخفف عليهم، حملتهم المسؤوليه انهم تاوما يتكلفوا يديروا كمامات للعاملين بالقطاع هنا عندنا في مستشفى الرازي والبعض الاسر هنا اللي كيجيو عند العائلات ديالهم وليهم كذلك. وعلى هذا الشيء هذا برينا هذا العمل هذا، وكان ناجح وكان فرحهم، وكان تم توزيع هذه الكمامات بحضور العاملين كاملين وعلى راسهم الدكتور حسون والسيده عزيزه بوغادي، والحمد لله ان داز كل شيء بخير وعلى خير، وكانوا ناشطين، كانوا هاد الناس ناشطين انهم خرجوا من ديك الحاله ديالهم وحسوا انهم بالمسؤوليه انهم خاصهم حتى هما يخدموا. وحاجه واحده اللي كنقول للناس، حنا راه حنا خدامين، حنا راه يوميا حنا في هاد المستشفى الامراض النفسيه عندنا الخدمه صباح الليل النهار، حنا خدامين، ولكن كنطلبوا من الاسر المغربيه كامله انهم يلزموا البيوت ديالهم يخلونا باش نخرجوا بسلام. بفضلكم ان شاء الله هذه المبادره غادي تشوف النور، لان لولاكم ما غتبقى المبادره حديثه هذا الجدران هذا. وحنا في اطار هذا الحجر الصحي مواكبه من جميع العاملين بمستشفى وخاصه الاطار التمريضي، قاموا بانهم في اطار الانشطه اللي كيزاولوها المرضى انهم يقوموا بانشطه علاجيه موازيه للطبع الاستشفائي اللي عند المستشفى، انهم كيقوموا بانشاء بصناعه هذه الكمامات اللي هي من صنع يدوي، ولكن عندها واحد القيمه رمزيه فان في معتقد ديال الممرض، ان الممرض حتى هو واعي بهذا الوباء هذا. اننا التقينا بالسيده سميره انها كتقوم معاهم وعلمتهم كيفاش يصنعوا الكمامات، وهذا في اطاره انه بحال كنحثوا المريض على انه حتى هو خصو ياخذ التدابير اللازمه من اجل الحمايه. والعائلات ديالهم منين جاو لهنا وفرحوا، في الاول كانوا كيتخوفوا، منين جاو انهم لقاو حتى هما كيستعملوا هذه الكمامات هذا فرحوا، لحقاش كيف ما كتعرفوا اننا حنا هنا عندنا لي سيرفيس مفتوحين على بعضياتهم، والحمد لله اننا في اطار هاد التدابير اللي قمنا بها اننا كنوعيو الناس، لا المرتفقين ديال المستشفى ولا الناس اللي هنا معنا.